الثورة وتونس الديمقراطية وتونس التنوير وتونس العقلانية وتونس الهوية وتونس العروبة والإسلام، اليوم ينظر إليها باعتبارها بلد التطهير العرقي، ينظر إليها باعتبارها بلد العنصرية، ينظر إليها باعتبارها بلد لا يراعي ولا يحترم حقوق الإنسان. اليوم قيادة جبهة الخلاص وحركة النهضة يحكيوا على عنصرية قيس سعيد تجاه الأفارقة، وعلى أنه الدكتاتورية نتاعو ضحاياها مواطنين تونس وأيضا أفارقة. قالوا الكلمة حتى قبل العدالة، حتى قبل ما يقول القضاء كلمة به. أنا تابع جبهة الخلاص في الانتخابات التنسيقية نتاع تنسيقية الانتخابات تاع قيس سعيد. أنا اسمي لطفي السايبي، أول واحد زكى قيس سعيد في ريانا في انخيلات. اسألوا، أني أتكلمك، اسألوا. احنا انتخبناه، يعني هو حط في الحبس، شكون حط في الحبس اللي انتخبوه؟ شكون جبهة الخلاص؟ هذو ما انتخبوه هو. يعني انت هو معناها يوحى اليه اسمه القرضويات والعشائر هذيك، ما منيش بها انا. هو ما يحبش يفهم اللي هو، لا لا اسمعني، هو ما يحبش يفهم اللي هو يغلط. قول يا خويا راني 5% غلط و95% ما غلطش. بن علي قال غلط، هو قال ما غلطش. مو احنا كل تونس ولا اذا كان قيس سعيد ما استعرفش بالخطأ جبهة الخلاص. اسمعني، عشر سنين عبثوا بالبلاد ولم يستعرفوا بأخطاء. شكون عبث بالبلاد؟ اي العشر سنين اللي فاتت، اش بيكم ما استعرفتوش بالاخطاء؟ فيش عنده قيس سعيد حكم البلاد اكثر من اكثر من النهضه، اكثر من النهضه واكثر من التجمع، واكثر من التجمع حكم العام الاولاني، التجمع حكم عام واحد الاولاني، النهضه حكمت عام واربع شهور، وبعد اش عمل؟ بعد البيج حكم 5 سنين، وبعد قيس سعيد داخل في العام الخامس. النهضه فريزيه عام واربع شهور. موجه بعد مهدي جمعه باع البلاد، زدت تقول والباجب مو باعها بمهدي جمعه وكمل عليها وزراء النهضه ومجلس نواب النهضه. اسمعني، ما عندناش وزراء مع مهدي جمعه مع فرنسا، ما نعطيك من الاخر، ما عندناش وزراء. احنا نحبوا انه قيس سعيد يعترف باخطاء نتاعو ويعالجها. احنا كل توانسه مش اجانب، ارض مهريه. السؤال الاول اللي قلته لك كمل تجاوب، احنا طالبين منه، طالبين منه. دقيقه، اليوم القضاء افتح معناتها في احداث صفاقس ابحاث اوليه، وانتم مقبلوا توا تخطبوا على الافارقه وعلى 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 حديث الساعه افارقه. اسمعني، ما تركزش عليه، ما تركزش عليه، ما تركزش عليه الافارقه. علاش ما تحكيوش على هو بن علي؟ ما جابهمش الافارقه، جابهم بن علي، ما جابهمش الافارقه. بالله يخطاني، تمشي تدخل تجيب لي 10 220 ألف هابطين من زاير، فهمتي؟ بالله يفك علي، موضوع علي ما تدخلش فيه. شنو جابهم 220 ألف؟ هذه حكايه. اليوم حكاوا على الافارقه، حكاوا على انه رئيس الجمهوريه عنصري، حكاوا على ان الحريه مفقوده في الداخل والخارج، والناس المتضره مش المواطنين التوانسه فقط وانما ايضا الافارقه. شو رايك؟ نحن من عهد الباجي نحن نحكيو عليهم، الافارقه اللي يجيو من ناحيه ليبيا ومن ناحيه الجزائر، مش من ناحيه، مش معناتها توا كل شيء ندكوه في قيس سعيد، من وقت الباجي هذوما، فهمتني؟ ولا نحن نعيط ونكلموا ونقولوا راه هذوما باش تولي لنا مشكله في البلاد، هذوما باش يولي لنا مثلا اكبر مشكله، اكبر عائق في كل شيء. يقوموا لنا نحن، فهمتني؟ ولا هاك الوكالات نتاع حقوق الانسان او وهاك الاحزاب توا عندهم 6 شهور يا سيدي حقوق الانسان، قالوا لا نخليوهم، خلي يقعدوا. البارح فهمتني ولا قاموا قعدوا قالوا يلزم، فهمتني ولا، نجلسوا على طاوله الحوار ونشوفوا ليهم حل. تو عندك 6 شهور انت تقول لاباس امور واحده، تو باش تجلس تلوج تجلس ما فيهاش حتى جلسه. اليوم ليس فقط نقف لننتج ونحتج ونستنكر الاعتداءات على حقوق الانسان في حق التونسيين، وهذا خط احمر، نحتج ونندد ونستنكر كذلك على انتهاك حقوق الانسان كانسان، يكون عربيا اتيا من السودان، يكون افريقيا قادما من جنوب الصحراء، اتى بطرق شرعيه او بطرق غير شرعيه، اتى متسللا او اتى هاربا، او اتى كضحيه للتجاره بالبشر، او اتى في اطار حسابات اقليميه او دوليه او مطامع، مسؤوليتنا
تونسنا كدولة تونسية قبل كل شيء النظر إلى التونسي وإلى الضيوف في تونس باعتباره أولا وقبل كل شيء إنسان ينبغي احترام حقوقه ومراعاة كرامته مهما كانت الظروف. نعم أوضاعنا صعبة، نعم أوضاعنا مأساوية، نعم هناك محنة للديمقراطية، هناك محنة للمواطنة، هناك محنة لشعبنا الذي يعاني من غلاء المعيشة، من فقدان المواد الأساسية، الذي يعاني من التضخم، من غلاء الأسعار، الذي يعاني من طوابير البحث عن الخبز والبحث عن السكر والبحث عن القهوة، والذي يعاني من خطاب التقسيم وخطاب التهديد وخطاب التخوين وخطاب تقسيم التونسيين. وضافوا إلى ذلك، وضافوا إليه اليوم ما تهد البلاد بسبب السياسات المرتجلة والمرتبكة والسياسات التي تفتقر إلى رؤية والسياسات التي تخادع الغرائز وتخادع وتدغدغ المشاعر، ولكنها لا تبني وطن ولا تبني دولة ولا تبني مستقبل. اليوم هناك مشكل في إدارة الدولة، هناك مشكل في إدارة الأزمات، هناك توريط للأجهزة، هناك توريط للأجهزة، وهناك توريط لهذا البلد الذي ربما غدا يكون مهددا بعقوبات دولية بسبب وحدة وطنية ضد الهجمة الشعبوية. وحدة 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 وحدة وطنية ضد الهجمة الشعبوية. جبهة الخلاص الوطني بقيادة الأستاذ أحمد نجيب الشابي تقول نحن قلوبنا مع أهل الفقر، قلوبنا مع معاناة الفقر، قلوبنا مع المعتقلين، ضمائرنا مع المضطهدين، ولكن أيضا نحن نريد أن نحافظ على شرف هذا البلد، نريد أن نحافظ على صورة هذا البلد، نريد أن نحافظ على حضارة هذا البلد، وبالتالي نريد أن نحفظ ونحافظ على كرامة من يزور بلادنا مهما كان لونه، مهما كان جنسه، مهما كانت أسباب ومسببات ومبررات وجوده في بلادنا. لنا في القانون ما يسعنا، وفي دستور الثورة ما يسعنا، وفي تقاليدنا العريقة ما يسعنا، وفي تقاليدنا الثقافية والوطنية ما يسعنا، كي نعالج كل هذه الوضعيات بطريقة حضرية، بطريقة تراعي حقوق الإنسان، وبطريقة تحافظ على صورة تونس، تونس الحضارة، تونس الثقافة، تونس الديمقراطية، تونس الحرية، تونس الكرامة، وتونس العدالة. نقول اليوم أن المأساة واحدة، مأساة من هم خلف جدران السجون، خلف أسوار السجون، ومن هم اليوم في وحدة شتات دون حسيب أو رقيب، يفتقرون حتى إلى الماء والطعام، ويعاملون بحسب تقارير المنظمات الدولية والإنسانية أسوأ معاملة. هذا عار، وهذا ضرر، وهذا خطر داهم يتهدد بلادنا ومصلحة بلادنا العليا، وينبغي التوقف عن ذلك، وينبغي تعديل هذه السياسة، وينبغي العودة إلى الحق والرجوع إلى الحق فضيلة. دستور جمهورية كرامة وطنية، دستور حرية كرامة وطنية، دستور حرية كرامة وطنية، دستور حرية كرامة وطنية.